في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ما زلنا في قرية عرب الرمل التي غيروا اسمها إلى عرب القرآن. فعلا جهودهم رائعة في تحفيظ الصغار. الآن أجلس بين هؤلاء الطلبة والطالبات، منهم من ختم القرآن قراءة لمثل هذا الولد الحبيب الرائع، ومنهم من ختم القرآن حفظا. نبدأ الآن بهذا الولد الحبيب، أفتح له من أي مكان في المصحف ويقرأ بقراءة جميلة ورائعة. اسمك؟ أحمد حسين. ما شاء الله، الله يحفظك. تقرأ القرآن؟ تريد أن تقرأ من أي سورة؟ أي حاجة؟ إن شاء الله، تبارك الله الرحمن. إن شاء الله، ما شاء الله. نختار من سورة الحجرات. اقرأ إنما المؤمنون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ما شاء الله يا شيخ أحمد، القراءة الجميلة، الله يحفظك. ما شاء الله، يقرأ من أي مكان في المصحف، أي مكان تختار له، ويقرأ بتجويد. عمره 5 سنوات، يقرأ بتجويد ولا يخطئ في الحروف ولا يخطئ في التشكيل، تبارك الرحمن. 5 سنوات ويقرأ في المصحف. احنا عندنا ناس يصير عمره 12 و13 و14 سنة، ممكن 20 سنة، لا يعرف يقرأ من المصحف قراءة جيدة بقراءة القرآن وليس أي كتاب آخر. معي الآن البنت الجميلة مريم، الله يحفظها ويطيل في عمرها ويحميها من العين، تريد أن تلقي إليكم خطبة جميلة وبليغة عن القرآن. وعلى فكرة هذه البنت سرب يحفظها عمرها 5 سنوات. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله عز وجل. فالكلمات القليلة منه تعمل معاني عظيمة كثيرة. تقرأه فيرق قلبك وينزرب الدم من عينيك. تقرأه فتعرف ما يؤدي إلى الجنة من السبل فتسلقه، وتعرف ما يسوق إلى الجحيم فتتقي. إن عجائب هذا الكتاب لا تنقضي وفوائده لا يأتي عليها الحق ومناقبه لا تعد ولا تحصى. جعله الله لقلوبنا ربيعة ولأبصارنا نورا ولهمومنا وغمومنا وأحزاننا جلاء وذهاب. بارك الله فيك. السلام عليكم، كيف حالك؟
طيبة. ما اسمك؟ اسمك ايه؟ زينب. زينب ما شاء الله. اذا سألتك الحين في اي مكان في القرآن تقرأي؟ في اي مكان افتح لك تقرأي قراءة جيدة؟ اقرأي من هنا في سورة ابراهيم: ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض وفي السماء. ومن ذريتي. النون بعدها حرف، ما هذا الحرف؟ الدال. ما هو الحكم؟ إخفاء حقيقي. إخفاء حقيقي ما شاء الله. والدليل، ما هو الدليل أنه إخفاء حقيقي؟ ورابع الإخفاء وعند الفضل من الحروف واجب للفضل في قلتهم بعد عشر رمز. وفي كلمة هذا البيت قد تمنت واسل ساس جد شخص قد سمات من صفيت قطع ظالمي. انت حياتي نبض قلبي مثانيك، وانت لها الربان وانت شراع مع الكرامة للسماوات حاديك. من يحفظك في الخالدين ارتفاع. قرآني أحيا بك أحيا بك وردد معاني. بفضل من الله سبحانه وتعالى رب العالمين يا ولي الأمر وفقك إن اخترت شيخ ومعلم ومحفظ لأبنائك القرآن الكريم. هناك أمر جميل جداً، إذا أتى المعلم إلى البيت أو أنت ذهبت إلى هذا المعلم، قول للمعلم إن أنا أبي جدول لأبنائي. شنو هذا الجدول؟ هذا الجدول عبارة عن أسماء أبنائك، واحد أو اثنين أو ثلاثة، خالد، أحمد، سالم، محمد. يسجل اسم ابنك، بعدين يسجل الحفظ الجديد اللي عليه شنو راح يحفظ، ثم مراجعته للقرآن، ثم ملاحظة الشيخ يكتب كان ممتاز، جيد، جيد جداً، ثم في النهاية يأتي توقيعك. هذا توقيعك ليش؟ هذا الدفتر راح يرجع لك البيت، إذا رجع لك مع ابنك أنت تقرأ كان حفظه ممتاز، مراجعته ممتازة، الشيخ يقول بارك الله فيك في ابنك، يأتي توقيعك ولازم تكافئ ابنك. الأمر الثاني، إذا جاء ابنك الثاني اليوم فمسجل الشيخ، هذا الجدول ترى رائع لك مستقبلا إذا ابنك حفظ القرآن. الأمر الثاني، إذا جاء ابنك اليوم الابن الثاني حفظه كان مو تمام، مراجعته جيدة، الشيخ زعلان عليه، يأتي توقيعك أنت في البيت، لازم تعاقب ولدك عقاب بسيط. فيأتي مبدأ الثواب ومبدأ العقاب. التحفيز شنو راح يكون؟ التحفيز اليوم إذا ولدك كان بخاطر أي شيء وكانت درجته ممتازة، عطى اللي يبي. إذا كان واحد من أبنائك مو ممتاز وعنده عطلة الأسبوع، حرمه. وأنا عندي لك نصيحة ممتازة، أي ولد يحفظ القرآن لازم يكون عنده قدوة قرآنية، مثلا الشيخ العفاسي، الشيخ الغامدي، الشيخ محمد البراك، المشايخ والقراء المعروفين. احرص أنك أنت تذهب بابنك إلى هذه القدوة، هذا أجمل تحفيز. وأنا جربته، أنا كنت يوم من الأيام قدوتي الشيخ محمد البراك الله يحفظه، وقلت لوالدي خاطري أني أروح له، قال حاضر يا فهد، يبي يحفزني ويبي يشجعني. فأخذني الوالد إلى الشيخ محمد البراك وسمعت هذه الخبرة القرآنية اللي عنده واقتديت فيها، ولله الحمد حفظت القرآن الكريم كاملا. الجدول ممتاز ورائع لك ولأبنائك، والجدول ترى ما راح نمنعك عنه، موجود بإذن الله في موقعنا الإلكتروني. السلام عليكم. وين؟ نمشي نمشي.
وهو لام شمسية ولا قمرية؟ ما شاء الله قمرية، ربي يحفظك ما شاء الله. هكذا بداية حفظ القرآن، هكذا يبدأون بحفظ القرآن، يتعلمون الحروف وتشكيل الحروف. بارك الله في جهود مشايخنا ما شاء الله أن يعلمها الأبناء، أعمارهم 4 سنوات هكذا يتعلمون القرآن بهذه الطريقة التي ترونها. يقرؤون القرآن نعم. أبناء 4 سنوات ما شاء الله، 4 سنوات وهم يقرؤون القرآن ويعرفون، يفتحون المصحف ويقرؤون من أي مكان ويستخدمون الأحكام ما شاء الله. فعلا هذه القرية الجميلة قرية عرب الرمل، وكما قيل عرب القرآن لتميزها بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. عندهم طريقة جميلة وهم يحفظون أبنائهم كتاب الله سبحانه وتعالى من البداية. هذه الطريقة سموها بنور البيان. عندما يحفظ الطالب القرآن ويبدأ بحفظ القرآن يتعلم اللغة العربية من البداية وهو يحفظ، يتعلم أحكام التجويد وهو يحفظ. فالآن معانا نموذج رائع، الطالبة ما شاء الله حافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى، أمنية عمرها 12 سنة، تبين لنا طريقة نور البيان وهي تقرأ بأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يلا يا أمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة وصل نبدأ بها قاف سكون اقرأ فتحة راء اقرأ ألف سكون راء اقرأ باء كسرة بيم همزة وصل بي سين سكون بس ميم كسرة مي بسمي اقرأ بسمي راء فتحة راء باء شدة وكسرة ربي كاف فتحة كا ربك اقرأ باسم ربك همزة وصل تسكت وصل نبدأ بها لام شدة وفتحة ألا ذا الكسرة ذي الذي يا مد طبيعي حركتين ذي الذي اقرأ باسم ربك الذي خاء فتحة خاء لام فتحة لا خلام قف ساكنة عند الوقف خلاقه اقرأ باسم ربك الذي خلاقه. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الطريقة طريقة نور البيان، قرأتها لنا أمنية، وعلى فكرة أمنية هي حافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا القرآن في قلبها. شكرا يا أمنية. اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي، إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب، إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب. اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي. في زيارتي لمصر، الزيارة الجميلة هذه الزيارة القرآنية، ولله الحمد رب العالمين وفقنا أن نقابل نماذج متميزة في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا أجلس الآن مع أحد النوابغ ما شاء الله في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، هو الشيخ مهند. باختصار هذا اللقاء هو فعلا يبين لكم دور الوالدين في تحفيظ أبنائهم القرآن، وكيف يتركون كل شيء من الدنيا من أجل هذه التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى. هم من قاموا بعد فضل الله سبحانه وتعالى بتحفيظ ابنهم القرآن وهو في هذه السن المبكرة. بارك الله سبحانه وتعالى في مهندة وإخوانه. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. طيب إن شاء الله. الحمد لله. كيف كانت بدايتك مع القرآن يا شيخ مهند ربي يحفظك؟ الحمد لله، بدأت في السنة الثالثة من عمري حفظ القرآن. بدأت أمي معي بتحفيظ القرآن عن طريق التلقين في البداية، آية ثم آية في قصار السور يعني حتى أكمل السورة، واستمريت على هذا الوضع إلى أن ختمت جزء عامة
ووصلت بهذه الطريقة إلى سورة الفتح وكنت في الصف الثاني الابتدائي. يعني من بداية من جزء عمة إلى سورة الفتح كان تلقين. كله بالتلقين. ما شاء الله. وفي الصف الثاني الابتدائي بدأت أتقن القراءة، فكنت أحفظ في اليوم وجه وأراجع جزءا يوميا. يوميا تحفظ وجه من القرآن؟ وأراجع جزءا. ما شاء الله. وكان أبي يتولى مهمة تعليم التجويد والقراءة الصحيحة والأحكام يعني. ما شاء الله. فجزاهم الله عني خيرا يعني، واستمرت على هذا الوضع أنا ختمت كتاب الله تعالى ولله الفضل والمنة. كم كان عمرك لما حفظت القرآن؟ كنت في العاشرة من عمري. الآن كم عمرك ما شاء الله؟ 11 سنة وخمسة أشهر. ما شاء الله، بارك الله فيك يا حبيبنا. يعني كان دور الوالدين مهم طبعا، وخاصة الوالدة كانت حريصة عليك الوالدة ما شاء الله طبعا. يعني الذي قام بتحفيظك القرآن هم اثنان، الوالد والوالدة. والآن ماذا تقوم، ما الذي تقوم به الآن؟ أنا الآن بدأت في, 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 في قراءة على الشيخ عبد الرحمن أنور والشيخ طارق عرفة لكي أخذ الإجازة إن شاء الله في قراءة حفص عن عاصم. ما شاء الله، متى تنتهي من هذه الإجازة حتى تحصل عليها؟ أنا الآن في سورة الأنعام إن شاء الله يوفقنا ربنا بقى وخلاص. ما شاء الله ما شاء الله. حلوة الحياة مع القرآن؟ طبعا. جميلة؟ طبعا. ما حرمتك من اللعب وال لا طبعا، أمي وأبي كانوا يعطوني جوائز مادية ومالية وكانوا يشترون لي هدايا. ما شاء الله، تشجيع يعني. ما شاء الله، هذا التحفيز الذي قلنا عنه، التحفيز أن تحفز ابنك. إذا حفظ ابنك القرآن وأصبح ممتازا في القرآن تعطيه الجوائز. من تحب من القراء؟ الشيخ مشاري الراشد العفاسي. نعم. والشيخ الحصري. نعم رحمه الله تعالى. والشيخ محمد صديق المنشاوي. ما شاء الله تبارك الرحمن. تسمعنا شيء أنت تختاره من القرآن بصوتك الجميل؟ ترتل لنا شيء؟ تفضل حبيبي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ما شاء الله يا شيخ مهند على هذه القراءة. شيخ مهند، أي سورة هذه؟ سورة النمل. ما شاء الله تبارك الرحمن، تقرأ بمثل الشيخ مشاري الراشد بالضبط ما شاء الله. ربي يحفظك ما شاء الله على هذه القراءة الجميلة. ما رأيك شيخ مهند أن أختبرك بسؤالين في القرآن؟ جاهز؟ إن شاء الله. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ارتق لأنك حافظ يا مسلما ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما شاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب
نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب وحدنا رب القلوب وحدنا